عامرة بالخيرات، مليئة بثروات وغنية بمواردها البشرية. القارة الإفريقية بها الكثير من العناصر تؤهلها لتنطلق إلى آفاق التنمية الرحبة، بما يعود بالخير على أبنائها ويحسن من مستوى معيشتهم. وفي محاولة لتعظيم الاستفادة مما تحويه القارة الذهبية من موارد وثروات، يأتي تنظيم معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية الذي افتتحت نسخته الثالثة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ليكون فرصة لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية في مجال التجارة والاستثمار. مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية. بنتكلم على قدرات اقتصادية هائلة، بنتكلم على موارد طبيعية ضخمة جدا، سواء في كل المجالات، لو اتكلمنا في الزراعة، لو اتكلمنا في التعدين، كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعا، وطبعا بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع. وكعادتها فإن مصر دائما ما تساعد وتدعم وتقدم كل أوجه العون الممكنة لجهود تنمية القارة الإفريقية وتحقيق التكامل بين شعوبها. مصر دائما بتحاول أن هي تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس، مش لأن احنا في أفريقيا زي ما انتوا شايفين القدرات موجودة والإمكانيات موجودة، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الامر. وبالتالي احنا في مصر دايما حريصين ان احنا نقوم بالبناء والتنميه والتعمير والتعاون في هذه المجالات. المعرض ومن خلال مبادراته المتعدده يتيح المجال لايجاد حلول غير تقليديه لدفع الاقتصاد ب 55 دوله وتشكيل سوق افريقيه موحده قوامها مليار و300 مليون نسمه. دعونا نتفق أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمي من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة. المؤتمر الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار الربط بين الأسواق الإفريقية، تم خلال فعالياته توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات بين حضوره من الجهات والمؤسسات لبناء الجسور وتعزيز التجارة والاستثمار والمنافسة والملكية الفكرية. إن عقد وإبرام الكثير من الاتفاقيات هو أيضا أمر مذهل ورائع. اليوم شعارنا هو أننا نربط الأسواق الإفريقية، وسوف ننتقل من ربط الأسواق الإفريقية إلى جعل الأسواق الإفريقية سوقا واحدا ضخما مقداره 1.3 مليار نسمة. في معرض التجارة دائما ما نتوقع أن يتم إبرام عقود جديدة وأن يكون هناك اتفاق على مشاريع جديدة، وذلك من خلال أيضا العارضين الذين يقدمون منتجاتهم ويقوم زوار المعرض بزيارتهم. وفي المؤتمر تم إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء كنافذة لتعزيز مساهمات الشركات الإفريقية في البنية التحتية ومشاركات القطاع الخاص في جهود التنمية. تعمل المنصة على الآتي: أولاً، معالجة فجوة التمويل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية. ثانياً، سد الفجوة المعلوماتية من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين. ثالثاً، معالجة فجوة المهارات عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة. وعقب المؤتمر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور معرض التجارة البينية الإفريقية الذي يعد فرصة للمشاركين فيه من الهيئات والشركات والأفراد لعرض البضائع والخدمات والفرص الاستثمارية.
معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية وغيره من الفعاليات الهادفة لتعزيز الروابط البينية بين أبناء القارة السمراء يعمل على الاستفادة من الثروات والموارد والقوى البشرية ليتحول المستحيل إلى الممكن وللحاق بركب تنمية تخلفت عنه القارة لعقود وليتحقق على أرض دولها ازدهار يعود بالخير على الشعوب. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.